شبكة دعم للحماية الاجتماعية. خلينا نشوف نحن وياكم مشاهدينا هيدا الرسم البياني. تفضل فيك تشوفه من هون. هيدا الرسم البياني عن اطلاق التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية ابتداء من 1 كانون الاول 2021 ولغاية 31 كانون الاول 2022، يعني هلا. اوكي، اذا بتسمحي لي اعمل مدخل صغير تيكونوا المواطنين عارفين شو عم بيصير. تماما بالضبط. وبعدين احنا هدف هيدي الفقره هلا لحتى نعرف الناس، نقول لهم فعلا شو عم بيصير وشو لازم يتصرفوا، لانه 100%. اول شيء انا معك بالمقدمه اللي قلتيها، مهما اعطينا الشعب اللبناني اليوم من مساعدات نحن ما حنحل قضيه اللي انسرق من الجيبون من فتره 17 تشرين 2019 اليوم، وخاصه بموضوع اللي اتكل عليهم بالبنك، خاصة اللي صار مشكلة كبيرة بفقدان قيمة الصرف تبع مصرياتهم والقيمة الشرائية واللي بدك اياه من هون وطالع. متفقين على هذا الموضوع؟ نعم. يعني نحن مهما عملنا اليوم ما رح نقدر نعوض، وهذه كلمتي بالقصر الحكومي انهيت انه هذا تدبير مؤقت. هذا تدبير ما يحيطال كل الشعب اللبناني، ونحن لازم يصير في عنا اجتماع للحكومة، هذا موقف السياسي. نعم. بوجود رئيس الوزارة وبوجود السفراء وبوجود الناس، لكن نحن هذا تدبير مؤقت لن يشمل كل الشعب اللبناني، وهذا تدبير بحاجة لنمو اقتصادي وبحاجة لانطلاقة العملية الاقتصادية بلبنان. نعم. مع خاصة مشاركة الشعب اللبناني ومشاركته المبدع. تفوت بالبرامج اللي ممكن عم تساعد الناس بلبنان. شو هي البرامج؟ من البرامج عندنا الأكثر فقرا، هو برنامج لما استلمت الوزارة بيستفيد منه 36 ألف عائلة بيستفيدوا كانوا منه باللبناني، هودي أكثر فكرا، وهيدي المال جاي من المجموعة الأوروبية، من كندا، من إنجلترا، ومن بعض الدول المانحة التانيين. هيدا منه قروض، هيدي هبة. هذا المشروع منه من أيامي، هذا عمره 11 سنة. بال 11 سنة في عنا 36 ألف عائلة مستفيدين. عمليا اكتشفنا من يوم اللي وصلنا على الوزارة انه في مال ل 75 ألف عائلة بهيدا البرنامج. عدينا العدة، نحن اشتغلنا مع 450 عامل اجتماعي من الوزارة، مع 150 تانيين كمان من الوزارة من غير مشروع، تدربوا وتحضروا، ومبارح يعني عم نحكي نهار الجمعة بلشوا ينطلقوا على زيارات ميدانية ل 130 ألف عائلة تسجلوا بمراكز الخدمات الانمائية بالمرحلة الماضية. لشو بدهم يعملوا هال 130 ألف زيارة؟ تيقدروا يختاروا من خلالهم العدد اللي بده يوصلنا ل 75 ألف عائلة، يعني معناتها 39 ألف عائلة. اللي هن خلال 3 أشهر. نعم، اللي هن عم يقبضوا بالمبلغ باللبناني، وهو برنامج قديم. إي كانوا يقبضوا باللبناني. نعم. ابتداء من استلامنا الوزارة بلشوا يقبضوا بالدولار. عم يقبضوا حوالي 145 دولار بالفريش ماني دولار. نعم. نحن بأيلول لما استلمت أنا بعشرين أيلول دغري حولت البرنامج على الدولار، لأنه بطلت العملة اللبنانية تقدر تأمن لهم إمكانية الشرائية. لأن هيدي شغلة نحن من هلأ لآخر شباط. هذا أي برنامج؟ برنامج الأكثر فكرا، NPTP. هيدا البرنامج من هلأ لشباط تصاعديا رح نوصل للرقم 75 ألف عائلة، رح يستفيد الزيادة 39 ألف عائلة. طيب تسمح لي؟ على أي أساس؟ هي. على أي أساس؟ أنا اليوم السؤال على أي أساس؟ خصوصا وأنه في كتير ناس مش مسجلة. مش مسجلة لتروحوا تعملوا عندها زيارات ميدانية. 30 ألف عائلة بس أرجع أركز، هني مسجلين أي. في مراكز الخدمات أوكي. الإنمائية. يعني عائلة اعتبري أنا عائلة رحت على المركز وقلت لهم أنا بدي استفيد من البرنامج أكثر فكرا، هذا البرنامج عمره 11 سنة مش أوكي. اليوم. فهمت. نحن باقي عنا سنتين ما صار زيارات بسبب الكورونا وبسبب مشاكل تاني. بهالسنتين تجمع 130 ألف طلب. هال 130 ألف طلب جمعناهن رح يروح 450 عامل يعملوا زيارات بمواكبة الـ WFP. نعم. يعني البرنامج العالمي للتغذية، وفي عمليا مربوط هيدا البرنامج مباشرة إلكترونيا بالقصر الحكومي، والداتا هي بالقصر الحكومي، بينعمل فيريفيكيشن، يعني بيروح بينعمل تأكيد للعيال، وعلى ضوء التأكيد لما بياخدوا تأكيد بينبعث لهم SMS وبيبلشوا يستفيدوا. طيب. هيدا برنامج الأكثر فكرة للمسجلين اصلا، للمسجلين 130 ألف. اوكي، هلا هالسنتين ما راحوا ما عملنا عنهم زيارات ميدانية. البرنامج اللي انا اطلقته، نعم اللي انا اطلقته، اللي هو استمرار لبرنامج بلشت فيه الحكومة الماضية على عهد الرئيس دياب، وانا استلمت وكفيت. نحن شو طلقنا؟
طلقنا شبكة الدعم للحماية الاجتماعية. أول شيء هذه الشبكة الدعم للحماية الاجتماعية تشمل برنامجين. نعم. واحد تشمل برنامج أمان اللي هو معروف ESSN، وبتشمل برنامج تاني اللي هو اسمه البطاقة التمويلية. الناس براسة في البطاقة التمويلية، ولكن هلأ حكينا عن ثلاث بطاقات. بالنسبة لأمان، إذا بتحبي أشرح كلمتين سريعين. أكيد عم تشوفون أصلاً على الهواء. بالنسبة لأمان هيدي بده يستفيد منها 150 ألف عائلة من الأكثر فكراً، يعني بدنا نراكب ال 75 الفوق ويرجع يستفيد 150 تحت، بلس 87 ألف طفل لحد العمر 18. هودي ال 87 ألف طفل اللي أهلهم استفادوا من موضوع الدعم تبع ال 150 ألف. هيدي ال 87 ألف طفل بيستفيدوا عليهم تسجيل مدارس وبين 200 و300 دولار. ال 150 ألف هن اللي رح يستفيدوا، اللي أكثر فكراً بيستفيدوا 20 دولار على الشخص لحد 6 أفراد من العائلة. يعتبر العائلة 8 أفراد، 6 أفراد 6 ضرب 20 120، وبيستفيدوا 25 دولار على العائلة كعائلة، بيطلعوا 145 دولار. هيدا هو بالنسبة لشبكة برنامج أمان. برنامج أمان. طيب أستاذ أكتر، مين هول الناس؟ بقول لك اكثر فكرا اليوم في معايير للاكثر فكرا. ما مين ما بدي احكي يعني شوي، يعني اليوم بس الناس بس اللي عم بيشوفونا. اخلص البطاقه التمويليه، اي بس ساعتها بنقدر نوضح الصوره. يلا. لانه البطاقه التمويليه هي الاشخاص اللي منن اكثر فكرا، هن الاشخاص اللي كانوا ميسورين واللي فقدوا بسبب فقدان قيمه العمل وكل الانهيار الاقتصادي. نعم. هن اللي مفترض يستفيدوا من هذا البرنامج. نعم. لكن من البطاقة التمويلية بيستفيد كل شخص ما استفاد من أمان ولا مستفيد من الأكثر فكرة. بيستفيد منه كل شخص عنده معاشه تحت 10,000 دولار فريشمان. بيستفيد منه كل شخص منه ساكن برات لبنان فوق 90 يوم إلا للقضايا الطبي، يعني للعلاج، يعني ما انه قاعد برات لبنان وبده يستفيد. نعم. بيستفيد منه كل شخص اللي معاشه تحت ال 10,000 دولار فريش ماني بالسنه. ثاني شغله اللي ما انه قاعد برات لبنان 90 يوم متتاليين، يعني ما انه ساكن بكندا وعم يستفيد بعمل بكندا. نعم. وجاي يطلب. نعم. اللي ما عنده ثلاث سيارات مسجلين من بعد بداية الثورة، يعني من بعد 2018 مش راح اشترى ثلاث سيارات جديد. اللي ما عنده بالبيت أشخاص بيخدموا اثنين أو أكثر، وإذا كان عنده هالأشخاص بده يكون في سبب عندنا مرض أو ذوي حاجات خاصة. هودي هن الناس اللي بيستفيدوا من البطاقات التمويلية. أكيد بعد في كم شغلة هلأ بيكون برجع بستذكرون شوي صغيرة ومن مشيهم. أوكي. الاستفادة بالحد الأقصى 126 دولار نعم. 126 دولار للأسرة كمان. نعم. إلى حساب